أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في ظل النهج الدبلوماسي الفاعل لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ترسيخ الأمن والتعايش السلمي والتقارب الثقافي والحضاري واحترام حقوق الإنسان ودعم أهداف خطة التنمية المستدامة لما فيه خير ورخاء البشرية جمعاء. جاء ذلك في كلمة سعادة وزير الخارجية في اجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه بإشادة قمة حركة عدم الانحياز في وثيقتها الختامية بالمبادرات الرائدة لصاحب الجلالة الملك المعظم بشأن تعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي والحوار بين الأديان والحضارات والثقافات ودعم تمكين الشباب وترسيخ مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في توطيد العلاقات وإثراء التفاعل بين الشعوب. وأكد الزياني التزام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنهجها الدبلوماسي في إرساء قيم التسامح والإخاء والتعددية والتعاون الدولي في تحقيق الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان انطلاقا من قيمها الحضارية. واستعرض وزير الخارجية مواقف مملكة البحرين الداعمة للعمل السياسي والدبلوماسي المشترك في إنهاء الحروب وتسوية كافة الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تكثيف الجهود وتعميق الشراكة بين دول حركة عدم الانحياز على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة نحو بناء نظام سياسي واقتصادي أكثر استقرارا وعدالة وتضامنا يسهم في ترسيخ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وضمان الازدهار والنماء لشعوب المنطقة والعالم أجمع. هذا وقد اعتمد رؤساء الدول والحكومات الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز والتي أكدت تمسك الحركة بمبادئها ومثلها ومقاصدها التأسيسية من أجل إقامة عالم يسوده السلام والرخاء ونظام عالمي عادل ومنصف. فخامة الرئيس أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعتز بنهجها الدبلوماسي الفاعل والمتوافق مع أهداف حركة عدم الانحياز لحرصها الدائم على ترسيخ الأمن والتعايش السلمي والتقارب الثقافي والحضاري لما فيه خير للبشرية جمعاء. انطلاقاً من قيمها الحضارية التي تدعو إلى تكريس التسارع والإخاء والتعاون بين الأمم، وتؤكد مملكة البحرين أهمية العمل السياسي والدبلوماسي المشترك بإنهاء الحروب وتسوية كافة الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين ويحقق الازدهار والنماء لشعوب العالم. وفي هذا الإطار تدعو مملكة البحرين إلى الوقف الفوري للحرب ضد الفيروس وحماية المدنيين وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها ضد الفيروس لتخفيف معاناة السكان المدنيين التزاماً بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات الصلة، مؤكدين رفضاً التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، كما وندعو إلى فتح أفاق لحل سياسي يؤدي إلى حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وكما نعيد على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف فتح حركة حرية الملاحة والتجارة الدولية من البحر الأحمر بما يضمن التدفق الحر للتجارة والملاحة الدولية والأمن والاستقرار في المنطقة ومصالح دول وشعوب العالم. فخامة الرئيس في ضوء إدراكنا لأهمية إرساء قيم التسامح والتعددية والتعاون الدولي كركائز أساسية لدعم
اهداف حركه عدم الانحياز ومنظمه الامم المتحده في تحسين الامن والسلام والتنميه وحقوق الانسان، تؤكد مملكه البحرين على اهميه المبادرات الرائده التي تتشنها المملكه، ومن بينها اعلان مملكه البحرين للحريات الدينيه في العديد من دول العالم، وتاسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتنظيم المرتقيات الفكريه في مجال التعايش الانساني وحريه الاديان والمعتقدات والحوار الحضاري والثقافي العالمي.